في تصوير الفاشن أهم حاجة فيه التفاصيل، فعشان كده لازم نصور تحت إضاءة كافية، يا إما ضوء الشمس أو استوديو مخصص. كانون RF 7200 2.8 تديني عمق في الصورة، وفي نفس الوقت تديني تركيز على تفاصيل العباية، أو أي عدسة تلفوتو من كانون هيديكم نفس الإحساس. وما تنسوا تشاركونا صوركم من خلال تاج حسابات كانون على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاج Stories of Arabia للفرصة بفوز طابعة زوميلي من كانون.